مشاهدينا هنتابع المزيد من التفاصيل حول هذه المستجدات، وينضم إلينا عبر زوم دكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار. دكتور أهلا بك معنا إلى هذه التغطية، وبداية الموقف والمشهد بشكل عام وهذا التوقيت وما يدور من أحداث وتصريحات أيضا دكتور أسامة، تجعلنا نسأل بداية لماذا الآن اغتيل إسماعيل هنية ولماذا تم الأمر بهذا الشكل؟ اولا التحيه لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. انا بعتقد ان هذا التصعيد هو تصعيد خطير للغايه، تصعيد في اطار محاولات اسرائيل لمد او تمديد الصراع وتعميق هذا الصراع. اسرائيل لا تكتفي بما فعلته في غزه، بل تريد ان تفتح جبهات جديده لهذا الصراع. في اقل من ساعات راينا عمليه اغتيال في الضاحيه الجنوبيه في لبنان، ثم بعدها بساعات قليلة عملية اغتيال كبيرة سيكون لها تأثير ضخم في تطورات الأحداث، وهي اغتيال الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وفي طهران وفي وأعتقد أن هذه العملية هي عملية مزدوجة، عملية تضرب طرفين في بعملية واحدة. هي تحرج إيران لأن إسماعيل هنية كان ضيفا على إيران، كان يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، ضرب مقر إقامته، إهانة لطهران بشكل واضح، محاولة لإحراجها بشكل واضح وجرها للقيام برد فعل كبير. أيضا هي ضربة كبيرة لحركة حماس في وقت كانت تتجه في عمليات التفاوض نحو الاستقرار أو الاتفاق على اتفاق جديد للهدنة، وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة متعددة الأهداف أو محاولة متعددة الأبعاد لإيقاف وعرقلة أي جهود للتهدئة، بل على العكس محاولة لدفع الأطراف الإقليمية إلى ردود فعل عنيفة. وأنا أعتقد أن هذه العملية وغيرها من عمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل، الهدف الأول منها هو إشعال الصراع وإيجاد أسباب وعوامل جديدة لإذكاء هذا الصراع وتمديده وتوسيع نطاقه، وهذا ما حذرت منه مصر وحذرت منه الدول الوازنة في المنطقة منذ اللحظة الأولى. ولكن للأسف الشديد إسرائيل لا تستمع لصوت العقل، لا تغلب صوت العقل، ولكن تندفع نحو محاولة تحقيق أهداف عبثية لن تؤدي إلى إعادة ترميم منظومة الأمن أو منظومة الردع التي تتحدث عنها باستمرار، ولكنها ستزيد وستفاقم مشاكل المنطقة وستضاعف من المخاطر التي يواجهها إقليم الشرق الأوسط، بل وتواجهها إسرائيل نفسها. وبالتالي أعتقد أن ما تقوم به إسرائيل خطير وخطير للغاية، وتداعياته لن تقتصر فقط على المواجهة مع إسرائيل، ولكنها ربما تجر المنطقة برمتها إلى حرب إقليمية شاملة. طيب دكتور أسامة، التحذير من التصعيد واتساع رقعة الصراع هذا ما حذرت منه مصر منذ اللحظة الأولى، وحضرتك أشرت في كلامك إلى تأثير هذا الأمر على المفاوضات، إلى أي مدى يؤثر على المفاوضات بشكل سلبي، وإلى أي مدى يثبت للعالم أن الرؤية المصرية على حق ونحن في أشد الحاجة إلى المفاوضات وتحقيق السلام، وأي منهم له النصيب الأكبر الآن؟ يعني بالتأكيد سيكون لهذا الحادث تأثير كبير وتأثير سلبي خطير على مجريات المفاوضات. لا يمكن لحماس أن تنخرط الآن وهناك عملية اغتيال لواحد من أكبر قيادتها، بل هو ربما الوجه الدبلوماسي والوجه السياسي للحركة في الإطار الإقليمي والإطار الدولي. وبالتالي سيكون من الصعب على حركة حماس أن تستمر في المفاوضات بشكل جاد، وهي تدرك تماما أن كل قيادتها أصبحوا أهدافا مفتوحة أو أهدافا مشروعة بالنسبة للاحتلال، وبالتالي سيكون من الصعب أن تستمر في عملية التفاوض. أتصور أيضا أن إسرائيل لم تكن جادة منذ البداية في الانخراط بشكل حقيقي في جهود التهدئة وجهود التفاوض، وللأسف الشديد استطاعت بالفعل أن تعرقل جهود التفاوض والتوصل إلى هدنة أكثر من مرة، وكانت جهود التوصل إلى هذه الهدنة قابها قوسين أو أدنى من أن تتم بالفعل. وبالتالي إسرائيل ليس لديها مصلحة حقيقية في أن توقف هذه الحرب أو أن ينتهي هذا العدوان، بالعكس أعتقد أن بنيامين نتنياهو شخصيا لديه مصلحة ذاتية ومصلحة سياسية في استمرار
الحرب بل نعم وفي روسيا إطار الحرب. ما يتعلق بتحذير مصر، أتصور أن العالم كله الآن يدرك أن مصر هي صوت العقل، هي صوت الحكمة، أن التحذير المصري كان تحذيرا واقعيا منذ اللحظة الأولى، وأن مصر كانت ترى هذه السيناريوهات وحذرت منها منذ البداية، ولم تكتفي بالتحذير في حقيقة الأمر، ولكنها عملت بجدية كاملة على مختلف المستويات، المستويات السياسية والأمنية والإنسانية والقانونية والدبلوماسية، من أجل وقف هذه السيناريو ووضع حد لهذا التصعيد، لأن مصر دولة مركزية ودولة محورية في إقليم الشرق الأوسط، بالتأكيد. ولديها من الخبرات ولديها من المعرفة العميقة بمجريات الأوضاع في المنطقة ما يمكنها من قراءة استباقية لما يجري. ومصر كانت تدرك خطورة ما تفعله إسرائيل، وخطورة أن تحول غزة إلى نواة وإلى فتيل لقنبلة متعددة الانفجارات في جبهات مختلفة، وبالتالي مصر كانت واعية ومدركة وتحركت بشكل مبكر للغاية من أجل إيقاف هذا السيناريو. ولكن للأسف الإصرار الإسرائيلي والصلف الإسرائيلي وعدم الإنصات لصوت العقل، إضافة إلى تخاذل المجتمع الدولي وتخاذل حلفاء إسرائيل في الضغط عليها من أجل الانصياع لجهود التهدئة واستعادة الاستقرار، هي ما أدى بهذه الأوضاع إلى التفاقم وإلى التصعيد وإطلاق يد إسرائيل في ارتكاب جرائم أنا أتصور أنها ستكون إشعالا متعمدا وإحراقا متعمدا للعديد من المناطق في منطقة الشرق الأوسط. نعم دكتور أسامة، ونحن نتحدث عن المجتمع الدولي دعنا ننتقل إلى بعض التصريحات. تصريح لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي عندما تحدث وقال: لا أعتقد أن القتال الشامل بين حزب الله وإسرائيل أمر حتمي. هذا التصريح وعندما ننظر إليه ونتابعه مع الدعم الأمريكي، كيف يمكن أن يؤثر على المشهد الآن في هذه الأوقات، والمجتمع الدولي بأكمله وخاصة الأمم المتحدة كيف يمكن أيضا أن تؤثر على المشهد حتى لو لم تقم بتأثير فعلي وحقيقي لاحتواء الأوضاع خلال الأشهر الماضية؟ يعني أولا الدور الأمريكي والمواقف الأمريكية هي واحد من أهم العوامل التي أدت إلى ما نحن عليه الآن. لو كانت الولايات المتحدة قامت بمسؤولياتها الحقيقية واطلعت بأدوارها التي تتناسب مع ما تمتلكه من أوراق للضغط على إسرائيل لما وصلنا إلى هذه المرحلة الصعبة والحرجة من الوضع في منطقة الشرق الأوسط. للأسف الشديد إسرائيل الولايات المتحدة أعلنت منذ اللحظة الأولى دعمها المطلق وغير المحدود لإسرائيل، وقدمت لإسرائيل السلاح والعتاد والدعم السياسي والدبلوماسي، وأتصور أن ما رأيناه على مدى أو خلال الأسبوع الماضي من خطاب لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في الكونغرس وحجم التأييد والدعم الذي تلقاه من جانب نواب الكونغرس مؤشر واضح على حقيقة المواقف الأمريكية الداعمة لإسرائيل. وبالتالي عندما يتحدث وزير الدفاع الأمريكي الآن عن أنه لا يعتقد أن المسألة تتجه إلى حرب إقليمية شاملة، أتصور أن هذا التقييم يحتاج إلى كثير من المراجعة. أولا لأن دائما كان المسؤولون الأمريكيون يحذرون من التصعيد ويحذرون إسرائيل من التصعيد، الآن هم يبررون لإسرائيل هذا التصعيد، الآن هم يقللون من خطورة هذا التصعيد بإرادتهم بشكل كامل دكتور أسامة، أم أن الأحداث هي التي تقود إلى ذلك نتيجة المستجدات؟ يعني أولا الأحداث متصاعدة ومتسارعة بالفعل، ولكن كان من الممكن في وقت مبكر إيقاف كرة اللهب في فترة مبكرة، ولكن التخاذل الأمريكي، التعاون الأمريكي والدعم والضوء الأخضر الذي منحته واشنطن لإسرائيل من أجل الاستمرار في هذا العدوان هو ما جرأ إسرائيل وشجعها على الاستمرار والمضي قدما في هذا الصراع، فضلا عن أن الولايات المتحدة في حقيقة الأمر مرتبكة ومنشغلة للغاية في حملة الانتخابات الأمريكية، وهي تدرك تأثير الجماعات، جماعات الضغط الداعمة لإسرائيل على الواقع السياسي الأمريكي، وبالتالي هي لا تستطيع أو هي لا تريد أن تدخل في صدام مفتوح وضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية، لأنها تدرك أن هذا الضغط سيكون له رد فعل في الساحة الداخلية طيب الأمريكية. دكتور أسامة، الساحة الدولية والأمم المتحدة والتي كانت جزء من السؤال، ما الذي يمكن أن تقوم به أيضا الآن؟ للأسف الشديد من الصعب أن نعول على مواقف حاسمة ومواقف قوية للساحة الدولية وخاصة من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة باتت عاجزة عن القيام بأي ضغط حقيقي على إسرائيل، ورغم كل التصريحات
المشرفة والمواقف المشرفة في حقيقة الأمر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فيما يتعلق بإدانة إسرائيل معنويا وإنسانيا، لكن أعتقد أن هذه الضغوط وهذه المواقف لا تتجاوز كونها ضغطا معنويا. أما أوراق الضغط الحقيقية فهي في يد الولايات المتحدة التي تمول إسرائيل بالسلاح وبالعتاد وتقدم لها حزم المساعدات الاقتصادية وتدعمها في المواصلة بمواصلة هذا العدوان، فضلا عن حمايتها من المحاسبة والعقاب في المؤسسات الدولية. رأينا المواقف الأمريكية في مجلس الأمن وفي محكمة العدل الدولية وفي غيرها من المحافل. نعم. طيب دكتور أسامة، ننتقل مع حضرتك من استعراض وقراءة المشهد كامل ونعود إلى المشهد الحالي واغتيال إسماعيل هنية والرد، وكما نتابع منذ اندلاع الأحداث أي فعل يعقبه رد، وإيران أصدرت تصريح عن استراتيجيات الرد. برأيك ما هي استراتيجيات الرد المحتملة أو المحتملة الآن في هذا الموقف، وقوة الحدث بالنسبة لهم إلى أي مدى سيؤثر على قوة الرد؟ يعني أولا الحدث كبير، والضربة التي وجهت باغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران هي كما قلت صفعة قوية لفكرة قدرة إيران على حماية حلفائها وعلى حماية توفير الحماية حتى لضيوفها على أرضها، وبالتالي هي ضربة متعمدة وخطيرة للغاية ولها رمزية ودلالة بالغة الخطورة، وأعتقد أن هذا سيدفع إيران إلى اتخاذ رد فعلي. أعتقد أننا أمام سيناريوهين، السيناريو الأول هو استخدام وكلاء إيران في المنطقة، وأعتقد أن هذا هو السيناريو المرجح. هذا توسيع لرقعة الصراع بمعنى واضح وصريح يا دكتور. نعم صحيح. وأعتقد أن إيران ستلجأ إلى استخدام العديد من أزرعها في المنطقة، سواء في العراق، في سوريا، في اليمن، ستحاول أن تضغط من خلال هذه الأدوات على إسرائيل. السيناريو الأصعب في رأيي هو الانخراط الكامل من قبل إيران في الصراع بشكل كامل، ورأينا كيف وجهت إيران ضربة غير مؤلمة عندما استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، ولكن لم تكن الضربة كافية أو مؤلمة بالنسبة لإسرائيل. الآن المسألة أن الضربة جاءت في قلب طهران ولواحد من أهم حلفاء إيران، وكان يشارك في عملية تنصيب الرئيس الإيراني، وبالتالي أعتقد أن إيران أمام حالة من الإحراج الحقيقي في أمام حلفائها على الأقل، لأنه في النهاية إيران تقدم الحماية لحلفائها. الآن هي أمام الرأي العام الإقليمي وأمام حلفاء إيران غير قادرة حتى على حماية حلفائها على أراضيها. نعم. وبالتالي أتوقع أن تسعى إيران إلى تقديم رد فعل يتناسب مع هذه الصفعة ويتناسب مع هذه الضربة، والمأزق كبير للغاية، لأنه إشعال الجبهات الصراع المختلفة من خلال وكلاء إيران أمر خطير، وانخراط إيران بشكل مباشر في الصراع أيضا سيكون خطيرا. طيب وفق المعطيات والعوامل أيضا حول الموقف، أي من الحلين هو الأرجح دكتور أسامة برأيك؟ أتوقع أن تبدأ إيران بتصعيد الجبهات التي توجد لها أزرع فيها ويوجد لها وكلاء فيها كمرحلة أولى من الصراع. ثانيا أتوقع أن يكون هناك تصعيد لطبيعة ونوعية الهجمات التي يقوم بها هؤلاء الوكلاء على إسرائيل. أتوقع أنه إيران ستحاول أن ترجئ تدخلها المباشر في الصراع على الأقل في المرحلة الحالية، لأنها تدرك تماما أن الدخول في هذه المرحلة في صراع مباشر مع إسرائيل سيكون له تداعيات كبيرة، خاصة أنها تدرك تماما أن الولايات المتحدة لن تقف في محايدة أو في بمعزل عن تطورات الصراع، وربما تتدخل بشكل مباشر، وبالتالي سيكون سيناريو التصعيد أكبر وأخطر بكثير. ومن ثم أعتقد أن السيناريو المرجح هو تصعيد حدة الهجمات والعمليات التي ينفذها وكلاء إيران في المنطقة ضد إسرائيل، وربما ضد مصالح أمريكية إذا ما تدخلت الولايات المتحدة في الصراع. نعم دكتور أسامة، دعني أسألك عن أيضا ما يتعلق بالمشهد الآن وهذه التفسيرات لما يحدث وما يتبعها أيضا من نتائج، وننتقل إلى تأثير هذه المستجدات على الداخل الفلسطيني وتصريح الرئيس الفلسطيني أنه أدان اغتيال هنية ودعا الشعب الفلسطيني للصمود وللوحدة. أهمية هذا الأمر وتأثيره أيضا
أيضا في هذا التوقيت. صحيح، هو أمر مهم للغاية وتصريح موفق الحقيقة من الرئيس الفلسطيني، لأنه في النهاية حتى إذا كانت هناك خلافات ما بين الفصائل الفلسطينية بعضها البعض، لكنها خلافات داخلية على الرؤية والتوجهات السياسية الداخلية. أما في الأساس هي فصائل فلسطينية تكافح وتناضل من أجل الشعب الفلسطيني، وبالتالي من غير المقبول أن تقوم أو أن تقبل أي يقبل أي فصيل فلسطيني أو أي طرف فلسطيني باغتيال مواطن فلسطيني على يد سلطات الاحتلال بهذا الشكل الغادر. وبالتالي هذا التصريح تصريح في محله، لأنه في النهاية الخلافات هي خلافات داخلية فلسطينية، هي خلافات داخل البيت الفلسطيني، لكن المصلحة الفلسطينية الأهم والمتفق عليها هي التحرر من الاحتلال ومواجهة الاحتلال ومقاومة الاحتلال بشتى السبل السلمية والمسلحة. وبالتالي أعتقد أنه هذا التصريح بيكشف طبيعة العلاقة، أنه عندما نختلف بيننا هذا أمر، وعندما يكون الأمر هو مواجهة الاحتلال أتصور أن البيت الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ويجب أن يكون كيانا واحدا في مواجهة أي عمليات لاستهداف أي مواطن فلسطيني. خاصة أن إسماعيل هنية كان مواطنا مدنيا لم يكن مسلحا، وبالتالي اغتيال مواطن فلسطيني مدني غير مبرر لا قانونا ولا شرعا ولا أخلاقا، وبالتالي الإدانة هنا إدانة واجبة، وأعتقد أنها ستكون لها انعكاسات، لأنه في النهاية في لحظات الأزمات تظهر المواقف الحقيقية التي يمكن التعويل عليها وتحسين العلاقات بين الفصائل الفلسطينية بعضها البعض. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا دكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار.